كربلاء واجه رجال الله رجال إبليس، وكانت المواجهة حتمية بينهما، إذ لا خيار بين الحق والباطل، كما لا خيار بين الخير والشر إلا أحدهما. سيبقى الحسين عليه السلام أبد الدهر مشعلا بحجم الكون، يرش النور على دروب السالكين إلى الله في سمت الجنة. هكذا أراد الله، وكما أراد الله يكون. يزيد ابن معاوية امتداد لآبائه، فهو وارث قابيل ونمرود وفرعون وكفرة بني إسرائيل وطغاة قريش. والحسين عليه السلام أيضا امتداد لآبائه، فهو وارث آدم وهابيل وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله محمد وأمير المؤمنين علي سلام الله عليهم أجمعين. وماذا كان يتوقع من وارث قابيل أن يفعل بوارث هابيل إلا أن يقول له لأقتلنك، وقد فعل. عندما تكون مع الحسين عليه السلام تشعر أنك قريب إلى الله، وعندما تكون مع الله تشعر أنك قريب إلى الحسين. وهل يمكن لأحد أن يفرق بين الله وبين أوليائه؟ لكي تعرف أين موقعك من الحق والعدل والخير والصلاح والإيمان، فانظر أين موقعك من الحسين عليه السلام، وأين موقفك من أعداء الحسين. الحسين ميزان كل خير، وأعداؤه ميزان كل شر. حاشا لسيد شباب أهل الجنة أن يمنع أحباءه ماء الكوثر في القيامة، وهو الذي لم يمنع أعداءه ماء الحياة في كربلاء. اللهم ارزقنا من يد الحسين شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. كربلاء امتداد لبيت الله الحرام في مكة، وزيارة الحسين تكملة لزيارة الكعبة. أليس أن الحسين جسد كل القيم التي يرمز إليها البيت؟ وأليس المؤمن أعز على الله من الكعبة؟